اهلا واضح، انا بسنت علام والنهارده هنعرف حكايتي مع نخيل. مبدئيا ما كانش ليه علاقه خالص باي حيوانات خالص، ولا اليفه ولا في البيت ولا زينه ولا اي حاجه من القصص دي. بس كانت فترة كده كنت بمر بشوية ظروف نفسية، فكانت السيرابست قالت لي طب ما تجربي رياضة جديدة، العبي لعبة جديدة، أي حاجة يعني تخرجي فيها طاقتك. فأنا قاعدة بتكلم مع حد من أصحابنا، فراح قال لي طب ما تجربي ركوب الخيل. فأنا كانت بالنسبة لي الفكرة اللي هو حصان بقى، فحاجة ضخمة بالنسبة لي، فما كنتش عارفة الدنيا هتمشي إزاي. انا حسيت احساس الانطلاق والحريه، وحسيت في احساس غريب. فمن وقتها انا قلت لا، انا مش هبطل ركوب خيل تاني. العلاج بالخيل هو مجاله ليه متخصصين، بس انا بالنسبه لي انا ومن وجهه نظري ان اي حد عنده اكتئاب، عنده مشكله، عنده حاجه كبيره، تشتت في دماغه، عنده اي حاجه زي كده، يجي يركب خيل القصه بتختلف تماما. بدخل بمود بخرج بمود تاني. الفكرة كلها ان الخيل يعني واحنا على الخيل بيبقى كل تركيزنا ازاي ما نقعش، امسك ازاي، اقعد ازاي، اتعامل ازاي مع الحصان، فهو بينقل كل تركيزك في حتة تانية، فدي بتغير المود تماما. وموضوع فعلا ادمان، وزي ما بيقولوا هو فعلا هو اتذكر في القرآن، واتذكر ان هو كمان شهوة من شهوات الدنيا. فالخيل اللي بيجربه مرة هو ما بيعرفش ما يجربوش تاني. بدأت اللي هو يوم في الاسبوع، بعدين بقوا يومين في الاسبوع اللي هو في العادي كان ويك اند، بعدين بدأ ايه طب يوم في وسط الاسبوع، بعدين بقى بعد 3 ايام بقوا 4، واحيانا بقيت باجي كل يوم. بعدين بدأ ان هو يبقى شغلي، بدأ ان انا بقى موجودة تقريبا معايا اغلب الوقت.